نفضحك الفاسد ملعون ونريد نعلي القانون، نفضحك الفاسد ملعون ونريد نعلي القانون. اي والقاضي نسنده الله، الله اكبر، والقاضي نسنده الله، الله اكبر. اللي يحكم بالعدل وما يخاف كل احنا نريده، ليحكم بالعدل وما يخاف كل احنا نريده. صوتك ليحكم بالعدل وما يخاف هذا الوطن كل باق ظل على الحديده، هذا الوطن والله مو كافي منا يبوكون ونريد نطبق القانون، مو كافي منا يبوكون ونريد نطبق. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشه الرافدين حتى نسمع ارائكم وتعليقاتكم كل موضوع نطرحه في كل حلقه من حلقات برنامج صوتكم. بداية مشاهدينا الكرام، أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بينا على أرقام البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة بالشريط هنا. هذني الرقمين اللي تشوفون قدامكم هذا وهذا، هذني مخصصات إلى داخل العراق من زاخو إلى الفاو، تقدرون تتصلون بأي دقيقة على واحد من هذني الرقمين. أما الأرقام الثلاثة اللي راح تشوفوها هنا ذني المجموعة، تقدرون تتصلون بها من داخل العراق من خارج العراق على حد سواء، تقدرون تتصلون بينا بأي دقيقة من دقائق البرنامج على هاي الأرقام. فعندكم خمس أرقام للاتصال ورقم واحد للواتساب اللي هو هذا رقم الواتساب غير مخصص للاتصال، فاللي دق علينا على رقم الواتساب ما راح يقدر يحصلنا مع الأسف. فنتمنى من السادة المشاهدين أنه يكتبوا لنا رسائل، الرسالة أتمنى تكون مطبوعة باسمكم ومكانكم حول مواضيع البرنامج. الفيديو اللي شفتوه بعشارة البداية هو هتافات المتظاهرين اليوم حول السرقات وحول الفساد اللي دا يصير بالعراق، لكن موضوع الحلقة اليوم هو موضوع مهم. ومع الأسف أنه حكومة بغداد أو ما تسمي نفسها بالحكومة في بغداد مصرة على هذا الشيء. اليوم وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق 3 مدانين بسجن الناصرية المركزي جنوب البلاد، وقالت الوزارة أنه تنفيذ أحكام الإعدام جاءت بعد تصديق رئيس الجمهورية برهم صالح عليها، رغم الانتقادات الواسعة محليا ودوليا بشأن الأحكام الجائرة اللي تصدرها السلطة القضائية بالبلاد. وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية صرح السبت الماضي أن الرئاسة صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادرة من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية، وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون. السؤال اللي ينطرح هنا، شنو هالإصرار من قبل الكتل السياسية والأحزاب والقادة السياسيين أو من يسمون نفسهم بزعماء سياسيين على تنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص كل العالم يعرف أن القضاء بالعراق هو تعبان، هو قضاء فاشل، لأنه ماكو محاكمات عادلة، ماكو حق دفاع عن المتهمين، ماكو تحقيق رسمي، ماكو شفافية بالمحاكمات، اكو ناس دا يعتقلون يطبون للمحكمة، القاضي جاهز، الحكم جاهز، والتهمة جاهزة، والاعترافات اللي دا تجي كلها هي تحت التعذيب. كل العالم، كل العالم يدين حالات التعذيب اللي كانت تصير في بعض الدول وانتهت، واللي ما زالت تصير في بعض الدول، والعراق واحد من الدول اللي من 2003 لليوم سمعنا بحالات تعذيب مخيفة. شاب يعتقل نتيجة تشابه أسماء مع أحد الأشخاص في محافظة الأنبار، يحطون حجار حارب إيده ولما يطلع تكون إيده خربانة، فيضطرون الأطباء بالمستشفيات أنه يبتروا لإيدينات اثنينات. شاب بمقتبل عمره يصبح معوق نتيجة التعذيب. شباب بعمر الزهور انحكموا وطبوا للسجون العراقية نتيجة الكتل اللي أكلوه ووقعوا على أشياء هم ما مسويها. وسمعنا حالات هواية، وأكو متصلين اتصلوا وقالوا عندهم ناس معتقلين نتيجة مشاجرة أو نتيجة قضية معينة
وتحولت هاي المشاجرة إلى قضية إرهاب وأمن دولة و و و و و وأكو ناس من حكمه أصلاً إيش عنده باقي بالسجن هم ما حد يعرف. يطب للسجن المفروض إذا على ذمة التحقيق أكو مدة زمنية، إذا التحقيق ما كمل ترى المفروض يطلع لأنه أكو نقص بالتحقيق، بس هو بقى بالسجن سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، وهذا كله مخالف للقانون، مخالف للقانون العراقي اللي هم صدعوا روسنا به. بس اليوم أكو أحكام إعدام 100 مرة ومئة مرة طلعوا ناس ومنظمات حقوقية طلبوا إيقاف حملات الإعدام اللي دا تصير في سجون العراق. هذني اللي دا ينعلن عنها، أكل ما دا ينعلن عنها، واللي اكتشفوها بمقابر جماعية مثل اللي صار بالإسحاقي وغيرها وغيرها وغيرها. مستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي يقول أنه رئاسة الجمهورية ما توانت بإصدار مراسيم أحكام الإعدام ولم تتريث بحق من وصفهم بالإرهابيين، مضيف أن هناك مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية بحكم علاقتها مع العراق بتخفيف عقوبة الإعدام. وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية قد أعلن في وقت سابق المصادقة على أكثر من 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية على خلفية التفجيرات اللي استهدفت ساحة الطيران الأسبوع الماضي. اللهم صل على محمد. 340 حكم إعدام؟ زين الما راح تحكمون؟ ومن هم اللي حكمتهم؟ حكمتوا مسؤول أمني؟ قيادي أمني؟ حكمتوا اللي سبب الانفلات الأمني اللي صار بساحة الطيران؟ حكمتوا مدير الشرطة المنطقة مثلا؟ لو راح تروح لبن الخايبة بس خايف لميتوا جماعة البسطات وحكمتوهم إعدام. 340 إعدام نتيجة اللي صار بساحة الطيران؟ لا تفجير الكرادة ايش قد راح تحكمون؟ تفجيرات اللي صارت ببغداد ايش قد راح تحكمون؟ زين الانفجار اللي صار بساحة الطيران قبل كم يوم التحقيق وين؟ ومنو اللي سبب الانفجار؟ ومن وين طب؟ وشلون طب؟ ومنو اللي باع له العبوة او اللي باع له الحزام الناسف؟ ومنو شد الهيا؟ هاي عرفتوهن لو صدرتوا احكام اعدام على كم واحد موجود عندكم بالسجون دسكتون حلوق الناس. شو قضية سقوط الموصل لليوم ما حد يعرف ايش صار من ادها، بس تفجير بساحة الطيران حتى تحافظون على كراسيكم حكمتوا 340 واحد مثل ما يقول اسماعيل الحديدي. وذول اللي حكمتوهم منو؟ ممكن تعلنون أسماءهم على الناس حتى يعرفون أنتوا لمن حكمتوا وشنو علاقتهم بالتفجير؟ احنا شفنا اثنين تفجروا وماتوا ناس بيها، ذول اللي حكمتوهم شنو علاقتهم بالتفجير؟ زين الضحايا اللي راحوا نتيجة هذا التفجير ايش راح سووا لهم؟ مو لهم، هم الله يرحمهم اهاليتهم ايش راح سووا لهم؟ عبد الرزاق من بابل ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حبيب قلبي. استاذ أفر، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية تقول ولك في القصاص حياة يعود للأرباب لعلكم تعقلون، صدق الله العظيم. بالنسبة للقصاص هذا مطلوب سواء بالحياة الدنيا أو الآخرة، القصاص صحيح. مطلوب، العدالة الإلهية موجودة، بس يا ريت هذا القصاص يتطلب أو ينفذ على الفاعلين. أكو ناس أبرياء حسب ما سمعت هذه يكون التحقيق وياهم بالقوة، هذا ما يجوز. انت اذا تريد تتخذ القصاص وتفعل القصاص تكون ويا المتهم. هذه بالنسبه لل هاي التفجيرات الاخيره اللي حدثت، احنا سمعنا الاعلام الميليشياوي
وانت سمعت حضرتك استاذ افل اتهموا بها دول عربية. وهذا الاتهام الحمد لله اليوم يعني ثبت بطلانه. المتحدث باسم اسم القيادة العسكرية يحيى رسول نعم قال طلع عراقيين. فالاتهامات مع الميليشيات والحكومة اللي ما عتها قرار النفسة، لأنه يعني احنا اليوم سمعنا القرارات مع رئيس الوزراء، قرارات يعني للأسف الشديد قرارات يعني مو صحيحة. يعني انت لما رئيس الوزراء ينفذ قرار او يتخذ قرار وثاني يوم يلغي هذا القرار مالته، زين انت شلون رئيس وزراء؟ شلون انت تحمي هذا البلد؟ شلون تحمي هذا الشعب؟ لما انت تكون مسؤول، احنا حتى يعني نعرف احنا ما خدمنا بالجيش وادي، يقولون الوحدة بأمرها. لما الوحدة يكون الأمر مالتها انسان مضبوط وانسان صاحب قرار، تكون الوحدة مضبوطة. زين انت هسه يا رئيس وزراء، انت اليوم يعني كل مصير الشعب برقبتك. انت لما قرار ما تتخذه وما تكون صاحب القرار والقرار يكون بيد جهات اخرى، يعني انت يا اخي انت ليش متشلب الكرسي؟ يعني الكرسي هو اذا انت اكو قول للامام علي السلام الله عليه يقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. يا اخي انت عرفت قيمتك وعرفت قدر نفسك بانه انت ما تقدر تحمي العراقيين. ليش يعني باكر عقبه انت يا رب العالمين وهاي دماء الناس الابرياء برقبتك، ترى لا يوقف لك لا فلان ولا علان، انت اللي تتحمل. فكون انسان شجاع واتخذ القرار وتنحى وخلي غيرك. يا اخي ما يصير هيك. انا والله استاذ افل يعني اتمنى 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 ان بعد ما يعني رئيس الوزراء ما يكون صاحب قرار وقراره يعني يكون مضعضع، يعني اتمنى ان يكون العراق تحت الوصايه الدوليه، لانه احنا نكون تحت حكم الميليشيات وتحت حكم العصابات والدماء تسفك والارواح تسفك وما حد بحالنا. فاحنا نطالب المجتمع الدولي بان يضع العراق تحت الوصايه الدوليه حتى تقام الانتخابات، وبعد ذلك نشوف يعني يتحول النظام ملكي يتحول نظام رئاسي. اما نبقى احنا كشعب تحت وطأة العصابات والميليشيات، يعني احنا ما نأمن على ارواحنا وما نأمن على مستقبل اولادنا. فانا يعني كمواطن عراقي اطالب المجتمع الدولي بان يضع العراق تحت الوصايه الدوليه ونحمل امريكا، نحمل امريكا احنا كعراقيين كل الدماء اللي جاي تسفك بالعراق. كل الدماء اللي جاي تسفك تتحملها امريكا، لانه هي اللي جابت هذا النظام وهي اللي جابت هذه العصابات، فعليها ان تتحمل يا اما تغيرهم او تكون يعني المصالح الامريكيه اللي موجوده بالمنطقه محددة من قبل العراقيين الشرفاء، لأنه احنا ما نقبل العراق مالتنا يكون مصيره بيد الميليشيات وبيد العصابات اللي ما تخاف الله بالعراقيين. فأطالب من خلالكم كقناة الرافدين، قناة العراقيين، قناة الشرفاء، أطالب يعني أنا كمواطن عراقي أطالب أن يكون العراق تحت الوصاية الدولية لإنقاذ العراق، وإلا إذا الانتخابات تحت دولة صدقني استاذ افل نفسية وجوه نفسيتهم راح تبقى ونفس الدماء ومسلسل الدماء راح يزيد يوم من بعد يوم. فانا كمواطن عراقي اطالب المجتمع الدولي الشرفاء بالعالم ان يخلون العراق تحت الوصاية الدولية ويشرفوا، هاي الوصاية الدولية هي اللي تشرف على الانتخابات حتى يتغير نظام الحكم، لانه اذا بقينا تحت هاي الوجوه ما راح يستقر العراق ومن سيء الى اسوأ. اقول لك استاذ افل فاتمنى من الله عز وجل ان يحفظ العراقيين والعراقيين، لان احنا بعد ما نتحمل سفك دماء اكثر من اللازم. نعم. واطالب من خلال قناتكم الشريفه بوحده العراقيين، ترى هم جاي يثيرون النعرات الطائفيه استاذ افل ويريدوا يرجعوها للمربع الاول، بس ارفعوا العراقيين ان شاء الله ما تنطلي عليهم هذه العمليات وهي الافعال الشيطانيه. يعني فجرون بهاي المنطقة، وانت خير دليل يعني الوقت مالته هو فضحهم، هو الوقت مال العمليات الانفجارية هاي الأخيرة هو فضحهم، بأنه هو هذا مدفوع من دول إقليمية ما تريد العراق الاستقرار ما تريد العراق الأمان.
نعم. فأسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين، وتحياتي لك أستاذ أفندي. شكرا، شكرا لك عبد الرزاق. يحيى من الجزائر، حياك الله يا يحيى. أخي مساء الخير صقر أخي. مساء الأنوار. كيفاش الأحوال؟ نحمد الله على كل شيء، أنتم كيف حالكم؟ الحمد لله، أنا متابعين القناة تاعكم، يعني أخبار كل برامج تتبعهم. لنا الشرف بأنه لنا جمهور في بلد المليون شهيد. تفضل أخوي. بارك الله فيك. تمام إخواننا، وبسم الله الرحمن الرحيم، وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني شيء فظيع. نعم يا أخي، أنا بنسأل سؤال. السؤال هو الطائفة السنية ربما راه في 99.99. نعم. أنا لسنا طائفيين، ولكننا نعرف وأحس ونعرف اللي الكيد تاع، يعني هذه الأبرياء مشا كما نشوف في الصورة، ربما اثنين ولا ثلاثة يسحقوا الإعدام، ربما إذا ما كانوش كاع يسحقوا الإعدام. يفوتوا كل 300 إعدام، يعني الأسر تاعهم يهبلوهم وكاع، لماذا؟ هذا هو الشيء الواحد اللي نطلبه. ونتمنى لكم الخير 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 للعراق، والله يدير الرافدين. أحب العراق. مع السلامة. مشكور أخي يحيى، ومشكور على هذه الكلمات الجميلة من الجزائر الشقيق، وتحية لك ولكافة الشعب الجزائري. أبو منعم من بغداد، حياك الله يا أبو منعم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أبو منعم، إذا أمكنت نصل لي صوت التلفزيون، تسمعني من التلفون يكون الاتصال أوضح. هذول الأبرياء هو جاي ما يفرجون بين البري وبين هذا. نعم. أنا عندي سجانات في جناب الناصرية. نعم. عندي سجانات الناصرية. نعم. وما الله يعني لدرجة محامي ما هاي أكلوا فلوسي وهم على بيوت المحكومين، الله وكيلك على بيوت المحكومين. على شنو محكومين؟ أي والله لا أجب قتل ولا أحد لازم عليهم دعوة، مجرد أخذوهم نزلت على مخبر سري وراح. نعم. لا عليهم دعوة ولا واحد لازم عليهم دعوة ولا أجب قتل ولا أجب، مجرد أجب بندقية. نعم. ألو وياك. وهسه هم في هذول الظلام ما أعرف عنهم، وحكموهم بالإعدام. نعم. حكموهم بالإعدام وظل بعد ما أدري. وعالكين هسه ولدهم وجهادهم برقف تعالكين وحال تسوي. هم مساكين عندي. نعم. نعم. شكرا لك أبو منعم. آية من المحمودية، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا بس أبدأ أحكي عن والدي محكوم بالإعدام. نعم. نعم. اي يعني وحده يعني طلبها فلوس على رجلها وتهمت هو اعدام. شنو القضيه يعني اللي انحكم عليها اعدام؟ شلون القضيه اللي انحكم عليها اعدام، او القاضي لما انحكم على شنو؟ قاضي حكم باعدام. على شنو؟ شنو التهمه مالته؟ وحده فاكي تمام. ايوه انا اطالب بالعفو العام. نعم. ابويا
زين هسه اخت ايه، يعني والدك محكوم خطف قتل شو اسمه قتل. ارهاب قتل قتل تمام وحكمه بالاعدام تمام. ايش قد صار له بالسجن؟ ايش قد صار له بالسجن؟ تمام نحن طالب العفو العام. نعم. لأن ما عندنا أحد غيره بنات وما عندنا أحد يعني معين اللي يمشي وراء. تمام تمام شكرا شكرا لك أخت آية. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله ودوم يا النخمي. أستاذي يرجى الإفادة بهذا السؤال يا أستاذي. نعم. بالنسبة للشهداء الذين ماتوا يا أستاذي. نعم. هل هو اعتداء داخلي أو خارجي؟ يعني أريد أعرف يا أستاذي. أو شهداء وين؟ مثلا هل هي قرقات الاعتداء مثلا على الأبرياء اللي ماتوا وفي جرحى كذلك؟ أنا نسيت أقول لك سابقا وبهذا الموضوع أنا أضربت عن الطعام يا أستاذ 77 ثانية وأرجو الإفادة والتوضيح وشكرا لك يا أستاذ يا محترم. نعم شكرا 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 جزيلا لك. أبو علي من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا أبو حارس. أبو حارس أنا. حياك الله ابو حارث. شلونك استاذي؟ هلا بيك. قول لي هذا المجرم انتم تعيدون هذا برهم صالح، هذا عراقي هو اصله يزيدي من جماعه تحسين بك، هذا بس 53 كان ساكن هنا بعقره وهججوه وراح على السليمانيه، من السليمانيه هججوه طلع على المانيه وبريطانيا. هل يحكموا بلد العرب اليوم؟ عاني ولدي 4 سنين من دلهم وين سووا؟ ايش سووا وسووا؟ بس قل لي النوب يجي هنا بس يجيبون الاوراق يقدمون قدامه مثل الحول المربوط على العلف. هذول هذا قاعد يزيد يحكم بلدنا وهذولاك الفروس قاعد يعدمون بلدنا. اي ماكو دول ماكو امم متحده ما حد يطالب لنا الخاطر الله. مثل هسه جايبين واحد هنا بتكيه قاعد يحكم 20 واعدام 20 و25 واعدام شيعي ايراني فرس من هذول المنجوسين اهل الحه على الحمايل. هذول هذول عندهم هذا 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 اخر هذا قيرته هذا عنده قيره الحلبوسي يودي دافع عن الوطن مالك يا ول الحين دافع ولا انت مخليك ولا على المنصب مخليك شنو بس على الكرسي تلقى الاوامر ولا من ايران مثل ذاك اليوم تدزون وزير الخارجيه تدزون وزير الخارجيه بلاجم وبلاجم بعين العاقول يدزون يروح يوقفون الاطلاق النار من ايران عجل انت شنو ولا منصبكم هنا ولا تيوس يا حيزين ولا عيب عليكم دوله عراقيه انتم ما سقطتنا ولا ايران ولا سقطنا احنا بس ولا سقطتنا القواد امريكا مع الاسف. هسه جايبين هنا ابن ابو جحاش حاكم التركيف ابوه تشهد عليه كل الموصل كان راعي مال البقر والنوب جاء واحد من بغداد صار رئيس المحكمه مال التركيف يوميا يعدموا لهم 40 50 روح 120 25 سنه لا شاهد ولا مندعي. هذول المعتقلين هذول ما عندهم وين الامم المتحده وين الشعب؟ انا اقول لك اذا ما تقوم من الزاخه والى البصره ونقوم ونضحي بنص الشعب ذولا ما يطلعون. نعم. بس ايش نسوي؟ خلينا نقول احنا 4 محافظات نبكي على الله. 4 محافظات صلاح الدين والرمادي والموصل وديالة معانا. هذول اللي طلعوا يتنفسوا يروحوا على دائري يقولوا استطلع انت كلكم دواعش وحاطين حكمنا الله. بس اذا ما قلت لك تقوم من زاخه ولا البصره هذا يموت خلي يموت. خلق يموتون 10 يقتلون 2-3 هذول انت ولا برهم صالح عجم الاطلاق كنت بريطانيا بالمانيا يجي يوقعون لك البريد انت الشعب في الله الكلام بقوا انك بس اليمانيه. انا رددت لك امريكا النوم على الكرسي انت لك اوامر انت تلقون ولا اوامر من غير دوله ايش عندكم يا ولو انت اصلك كله ايزيدي اعرف تاريخك وتاريخ ابوك عن يا ولد. انت من جماعه تحسين بكون ضبط على الكراد والكراد طردوك على بريطانيا وجيت مقدم اسم كردي مجرم ويحكمون الفرس
والامريكان طاحوا بتسنى طاحوا ولا ود الخايبه بس نمشي على الله ما حد غير الله ولا ذا ما قلت لك تقوم الشعب كله ما خلوا قصور والله والله عمامنا الجنوب ما خلوا قصور والله قاعد على الموت ترتجون احنا نروح له وين رايح؟ امشي اطلع دائرتك انت ما عندك دعشي ابن عمك دعشي هاي قاعده الحين تدز لنا ياهل كل شهر وهذا حاط الحكم من الله ودايحين قاعد كلهم مجلمه ونبكي بس احنا نبكي على هذا زعم السني السني هذا الحلبوسي انا مطيرتي ولا تعرف عليك قاعد على الكرسي ولا اشتغل اشتغل لمحافظتك تلقى اوامر ابى اخلق على الكرسي كاتب لك كم فلس ولا والله ما لها تالي تالتكم تالي تلقوني القوني هذا بالقلمين الحمر تالي تتخ والله تالي تالي تلقوني بس سبحان الله اذا ما تصير مجازر وتشرب هو راس الحرب نور المالكي هو كان يقود داعش هو رئيس 11 نعم نعم هو رئيس 11 نور المالكي وهذا بالحرس الثوري اياش اسمه نعم. هذا كان امر لواء بحرس الثوري الايراني نعم الهادي هذا العامري ما اعرف اسمه هذا الاخر اجانا اجانا بل عليك جايتنا حكومه من غير دول تحكمنا يا ولد يا ولدي هذيكم يا ولد خيره ما ظلت يا ولد عيب عليكم عيب صرتوا فرجه بالدول كلها توحد شكرا عليكم. شكرا شكرا لك ابو حارث محمد من كربلاء حياك الله محمد محمد من كربلاء ويانا حياك الله يا محمد محمد وياي انقطع الاتصال يا محمد اتمنى ترجع لنا حتى نسمع رايك بالموضوع عدنان من تركيا حياك الله يا عدنان تحية ودوم السلام عليكم اخوي عليكم السلام والرحمه والاكرام الله يكرمك اخي احنا نستنكر هذا الاستنكار الشديد بخصوص التفجيرات اللي تصير قاعد ببغداد وراحت بها هذه الضحايا والشهداء الناس الابرياء وندير ونستنكر الاستنكار الكثير يعني بالاعدامات هذه الابرياء الناس الابرياء راح يعدمونها ناس هذه كلها ابرياء وما عندها كل شيء يعني بجت له بالتعذيب خلوا الناس تعترف فهذا الامر ما يصير يعني ما يصير يعني ايش وقت يصحون العراقيين على هذا الابتلاء والظلم كافي يعني والله ما يصير فهذه امور مدبره من ايران وامريكا يعني كل هذه الامور مدبره على العراقيين فنطالب من العراقيين الشريفين بانتفاضه ضد هذول الفاسدين هذه كلها سببها الحكومه الفاسده هذه حكومه فاسده يا اخي هذه حكومه يعني دمرت الشعب دمرت الشعب العراقي يوميا جاينا فصيل شكل يوميا جاينا واحد شكل كافي ما تخافون من الله يعني العالم قاعد يتجدي بالشوارع النوب قامت تموت بالشوارع يعني كل من يقول لك هذه سواها فلان جاء وهاي سواها لا كذب هاي سوتها هاي الحكومة هذه الحكومة الفاسدة سوتها والسلام عليكم أخي عليك السلام والرحمة والإكرام Human Rights Watch أعربت عن خشيتها من أن تعطي رئاسة الجمهورية بالعراق الضوء الأخضر لتنفيذ سلسلة إعدامات كرد فعل انتقامي وراء التفجيرين اللي صارن بساحة الطيران ببغداد وقالت الباحثة بالمنظمة بلقيس ويلي إن إعلان السلطات بالعراق المصادقة على إعدام 340 واحد دليل على أن عقوبة الإعدام دا تستخدمها الحكومة كأداة سياسية في العراق والله ما أعرف شحكي أقول صح النوم لو أقول لهم لا بالله هسه يلا عرفتوا أن عقوبة الإعدام هي أداة سياسية والسجون هي أداة سياسية والتعذيب هي أداة سياسية والميليشيات هي أداة سياسية والتفجيرات هي أداة سياسية وكل اللي دا يصير بالعراق هي أداة سياسية العراقيين يعرفون بهذا الشيء والعالم كله يعرف بهذا الشيء وأنتوا تعرفون بهذا الشيء بس ما تحجون به بس أردفتهم المنظمات الدولية لما تطلع وتقول أني أعرب عن خشيتي الخشية مع المنظمة Human Rights Watch شو تسوي؟ لو القلق مال الأمم المتحدة وين يطي وجهه به العراقي من لزمه واحد مدى يحترم القانون شو يقول له يقول له شايل القلق الأمم المتحدة بجيبي أبو فيصل من السعودية حياك الله مساء الخير مساء الأنوار
تحية لك وللغناء الكادرة وتحية للشعب العراقي. حياك الله أخوي. والله سعد بالنسبة لهذه الجريمة الجديدة التي يضيفها ما يسمى برئيس جمهورية العراق هذا المجرم، هي سعد حكومة فاسدة، ما هي ليس الحكومة أصلا، ما يقال حكومة، أما عصابات تابعين إيران، والأمم المتحدة هي شريكة في هذه الجريمة، وكل منظمات الدول نطالب بتدخل دول، لأن العراق لا يوجد مستهدفات للحكومة، لأنه هذا تقاتل مجموعة من العصابات وحثالات إيران، وهم لا يترددون في أي شيء سيطلب إيران، لأن إيران هو اللي يقود البلد، برهان صالح أو ما يسمى بالكاظمي هذا دايس أو الحلبوسي، هم مجرد ديكورات لا حل ولا ربط، يملى عليهم، ونحن شاهدنا ما يسمى برئيس وزراء العراق وهم يقمصون بقميص الحشد الإجرامي. فنطالب من الشعب العراقي بثور مواطن لا ينتهي من هذه العصابات خير، هذول مجرمين وقتله وتحيه. حياك الله اخوي ابو فيصل، شكرا جزيلا لك. فاضل من صلاح الدين، حياك الله. فاضل؟ فاضل من صلاح الدين. تفضل اغاتي. اغاتي احمد والديك. والديك الرحمه. والله العظيم دمرونا الدوله العراقيه. عيون استاذ، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل اغاتي، تعال هوا. بارك الله بيك وبيك. أقول لك أخوي عاد أساسها أحسن. نعم الله أكيد، دولة فاشلة فاسقة وما عندهم ذرة أخلاق ذرة إنسانية. نعم إنسانية وما عندهم يا أخي إنسانية، والله العظيم ما. نعم من هالعالم تذبحت. نعم. يعني هالعالم تذبحت قبل يومين، يعني شنو ذلك؟ أمهاته شنو ذلك؟ نعم. فوق ما الله نعى الوالدين العراقيين. فوق ما مرمرين. النوب إيران، نوب أمريكا، نوب إسرائيل، موتنا والله موتنا يا أخي. شكرا شكرا لك أخ فاضل، بس يعني بداية حال العراق هو ما أقول لك إنه هو ما مقدر إلنا، لكن رب العالمين ما له علاقة به، هو بدينا بدينا الحكومة. فأتمنى من السادة المشاهدين إنه ما نوصل إلى هاي المواصيل. بشرى من الموصل، حياك الله. بشرى، بشرى تسمعيني؟ انقطع الاتصال يا بشرى. دموع من الموصل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك خيي؟ هلا بيش خيتي. خيي يعني ما كافي الظلم، يعني بس أريد أقول ما كافي الظلم، يعني دخلوا داعش علينا 4 سنين نحن عذبونا. المعتقلين اللي اعتقلوهم اي واحد عنده عداوه ويا واحد ولو كانت على فلوس راسه سوى داعشي وسجنوه، حكموا له اعدام لو 15 سنه. انا اخويا من الناس، اخويا من الناس مجرد عركه ويا صاحبه دخلوا سجن وهسه 5 سنين، يعني شباب عمره 13 سنه شباب، يعني يخضى شبابه بالسجن مو حرام؟ مو هم يعني قاعدين يبوقون ويلفون بالفلوس واحنا اصلا ما حاكين، يدخلوننا داعش والنوب صارت انفجارات، يعني والله نقول لهم كافي. انا اناشدهم اقول لهم كافي كافي، ترى تعبنا كله دم، نحن ما عم نشوف شيء غير الدم. نعم والله العظيم، يعني هذا يقتل مرته، هذا كله من شنو؟ من الجوع. ترى العالم ملت، والله ملت، راح يجي يوم ما يبقى ولا بشر بالعراق. نعم أنا بس أقول لهم كافي كافي، والله ملينا، والله نحن صغار ما شفنا شيء غير الدم غير الدم. أكتوبر قتلوا الشباب كلها، داعش قتلوا أهل الموصل، اللي إجوا حرروها قتلوا، يعني كل العالم قاعدة تموت، يعني كلها دم بدم. أنا أقول لهم كافي، هم مو عيبوقون، خلي يبوقون يشبعهم شبع بيهم إن شاء الله، بس خلي يعوفونا. إنه بس انفجارات وقاعدين هم يهددون، ليش؟ مو حرام؟ نعم
أنا أخويا من الناس انظلم، أخويا من الناس انظلم على مود عارك ويا صاحبه 5 سنين يقضيها بالسجن. نعم. شكرا شكرا لتشوف الدموع. اسكت قناتكم لانه قاعدين تناشدون المظلومين، وهذا كله ظلم بظلم قاعد يسوونه، وما يغفون من ربهم باكر، الفلوس ما تنفع بيوم القيامه. واجبنا واجبنا اخو الدموع، لا شكر على واجب، وشكرا لش لاتصالك بقناه الرافدين. احنا نعرف كلش زين وهم هم يعرفون كلش زين، 99% و99 من الموجودين بالسجون هم ابرياء. نتيجة مخبر سري، لو نتيجة تعذيب، لو نتيجة ظلم من قاضي تحقيق أو مدير مركز أو ضابط أو جندي أو واحد بالميليشيات، راحوا بها هواية ناس. لكن الإشكالية اليوم إحنا المجرم واللي خان البلد واللي دي أذي البلد من تحكمه بعدام إحنا ما نزعل عليه. اللي يلزم الناس ويقتل بيهم وتيجي تحكمه بعدام احنا ما نزعل عليه، بس لما تلزم بري وتحكمه بعدام هذا اللي زعل. اليوم من يطلعون المنظمات وتبدي قلقها وخشيتها، هذا القلق والخشية وين تودي؟ رضا من الموصل، حياك الله يا رضا. السلام عليكم. هلا بيك اخوي. شلونك اخي؟ هلا بيك غاتي. الله يسلمك. نحن من اهل الموصل، نحن نريد نحكي على مود جماعه اللي بالموصل اللي ياخذوهم محكمه الكيف، وهذا حاطين قاضي اعدامات، هو قاضي اكرم، هذا القاضي معروف قاضي اكرم، هذا يسموه هناك بالموصل يسموه قاضي اكرم ملك الاعدامات، يعني اقل انسان يفوت هناك على التعذيب وعلى الاجراءات اللي يجروها بحق المتهمين اقل شيء ياخذ 20 سنه، والعالم اغلبيتهم اغلبيه العالم ده تتعنف داخل السجون، تتعرض للتعذيب واعترافات غير موجوده بالقوه وبالقسوه ياخذوها منهم. فنحن شنو ذنبنا؟ نحن شنو ذنبنا؟ شنو اللي جريناه حتى هيك يسووا بينا؟ نعم. فنحن نريد نطالب يعني يسوون لنا حل، يشوفون هذول القضاه اللي بالموصل اللي جايبينهم، قضاه هم يعني ما نعرف من جايبينهم. يعني قاضي يجي يعني اخي هاني اخويا من الناس اللي هو تعرض للاعدام عن طريق شنو؟ عن طريق انه هو مجرد انه اشتباه بالاسم، عن طريق الاشتباه بالاسم تعرض الى حكم اعدام، وجو شهود من المنطقه وجبنا له شهود وجبنا له اكثر من يعني شخص انه يشهدون بحق هذا الشخص انه ما عنده شيء، ويطلع للمحكمه وياخذ حكم اعدام، وهو بافادته اخوي يشرح انه هو انا ما عندي، ونكر كل الامور بس عن طريق التعذيب والامور اللي اجراها بحقه خلوه يعترف، اعترافات اخذوها كلها منا من اجراءات تعذيب. يعني هذا حالنا على اهل الموصل، ليش هيك يسوون به؟ يعني دا يجيبون كلها ميليشيات ودا يجيبون ناس يعني لا خاف الله دا يسوي بيك بهالاهل الموصل، ليش هيك؟ ليش؟ يعني خلي يشوفون حل وصفوا صوتنا. وهذا المجرم هذا برهم صالح قاعد يعلم بهاي الناس بالناصريه على شنو؟ اعترافات كلها مقبيه بالقصف، وياخذون من بيوتهم تالي الليل عن طريق شخص مشتكي عليه او عن طريق امور معينه، يجون ياخذوهم يصبخون جلدهم بالسجون، وبعدين ياخذوهم كل اعدامات 20 سنه 15 سنه، ليش هاي الامور اللي تسووها باهل الموصل؟ وعن طريق كل اغلب المناطق السنيه يجرمون بحقهم. نعم شكرا شكرا لك اخ رضا. بشرى من الموصل رجعت لنا، حياك الله يا بشرى. هلا بيك اخوي، الله يحفظك يا ابا. هلا بيش خيتي. السلام عليكم ابويا. وعليكم السلام والرحمه والاكرام. يا اخوي الله يرضى عليك، احنا هاي 4 سنين من التحرير اخذوا ولادنا. نعم. طلع عوائل من المنطقه من الزنجيل اللي معمل بيبسي، طلع عوائل واختفوا ماكو بالاتحاديه ورد السريع عقبتهم، وكل شيء ما نعرف عنهم لحد الآن. نعم. وناس كل من يقول لنا، ناس يقولون بالفيصل، يا ناس يقولون بتركيا، ناس كل واحد يقول لنا شكل، وكل شيء ما نعرف عنهم. نعم. وأريد من حضرة جنابكم الله يرضى عليك إن شاء الله، أريد شوية خبر عنهم. نعم. الله يرضى عليك، والله 2 الأب والابن. نعم. يبارك بيك ان شاء الله. ان شاء الله يما ان شاء الله يردوا لك سالمين، وشكرا جزيلا. والله كل شيء ما عندهم ابرياء، والمنطقه كلها تشهد عليهم، وكلهم
نروح شهود عليهم يعني لا يريدون احنا نشددهم، والله ما عندهم شيء. مجرد خلص طلع العوائل من معمل من حي النجار، وهذا السبب اللي اخذوهم لحرب الاسلحه يعني. نعم، شكرا شكرا جزيلا لاتصالك عندنا بقناة الرافدين. اما بخصوص رسالة الواتساب، ربي يرد كل معتقل وكل معتقلة الى اهلهم سالمين غانمين ان شاء الله. السلام عليكم بعد التحية. سؤال: لماذا داعش لم يذهب قرب ابواب السجون ويفجر ليهرب المساجين، والحكومة وميليشياتها تلف وتدور وتبحث عن سبب لاتهام محافظات السنة بالتفجيرات؟ هذا العراق حتى لو استقر ظل سلالة بني صهيون والمجوس التابعة لإيران تخطط بتهم باطلة وتعمل على لصقها للآخرين لأنها حصلت بكثرة في مؤسسات الدولة الفاسدة. رسالة أخرى: السلام عليكم. والله العظيم أخي العزيز، من يستحق الإقدام هم رؤساء، من يستحق الإعدام هم رؤساء الكتل السياسية الخونة الذين يعملون لإيران الحاقدة. أبو عمر من أمريكا، تحياتي. رسالة أخرى: السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. أستاذ، العراق ابتلي بالاحتلال والمجرمين سراق الخضراء أحفاد كسرى ورستم الخميني الدجال، أكبر مجرم رئيس الجمهورية برهم صالح، وهذا إجرامه عندما كان هارب من الخدمة العسكرية الإلزامية وباع نفسه للغرب. يقول عندما يذكر اسم العراق: أنا أقوم أتوضأ وأسبح لأني أكره العراق. وأشهد هذا شهادة أحدهم عليه. ليش ما يصادق حكم الإعدام على العراق وشعبه وعلى الأبرياء؟ لأنه أعداء العراق وشعبه. اليوم يقع على الشعب العراقي يتوحد وينهض بقوة واحدة وإنهاء دور الاحتلال الباطل البغيض وخردة الأحزاب وإنهاء دوراتهم من العراق، ويرجع العراق الأهل بسواعد النشامة. وعذرا وأعذر من أنذر قبل فوات الأوان، والسلام عليكم. رسالة أخرى: السلام عليكم. أستاذ، أنا أم أيمن من بغداد، تحياتي لقناتكم وكادر القناة وخاصة برنامج صوتكم. أكيد هذول اللي حكموا عليهم بالإعدام الله أعلم ضحية منه، 90% منهم أبرياء. بس سؤالي للسياسيين: وينهم عن اللي باع الموصل واللي فجروا الكرادة يعرفوه ابن منه، اللي قتلوا وخطفوا وذبحوا أحرار طلقاء والبريء ينحكم بالسجن المؤبد أو الإعدام؟ وين منظمات حقوق الإنسان؟ وين العدالة؟ السجون مليانة بالأبرياء، الله ينتقم منهم ويجيهم يوم ينعدمون أمام الشعب. تحية أستاذ أفل. قبل كانت الميليشيات أيام الطائفية من يصير خرق أمني يروحون للمناطق السنية بالبطة يخطفون كم واحد ويقتلوه ويرموه ورا السدة مثل ما قال سيدهم، بس هسه انتهت الطائفية، منين يجيبون؟ أكيد يروحون للسجون يجيبونهم كم سني ويذبحوهم حتى ينتقمون منهم. وتحياتي أبو يوسف من الدنمارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى كادر قناة الرافدين، الحنونة سنة 2011 خرجت مع مظاهرين رومانيا في وسط بوخارست ومع الأعلام والصحافة وجميع المحطات التلفزيونية، وكانت الشرطة والأمن والجيش وسيارات الإسعاف والحريق ضد الحكومة الرومانية لأن كان غلاء في المعيشة والبطالة، ولم يمس أي شخص من المواطنين بشعرة واحدة، بل كان العكس، الكل كان مع المتظاهرين. وحدث هذا أكثر من مرة، شوفونا شنو ما الفرق بين الحكومات العربية والأجنبية. أتمنى من رب العالمين يسوي بيهم مثل ما يسوى بهذا الشعب المسكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله ينتقم منكم يا الحكام عديمي الذمة والضمير وعديمي الشرف والأخلاق. ماذا فعلت وماذا فعل هؤلاء الأبرياء الحشد الشعبي وداعش والدولة الإسلامية اللي دمرت عراقهم أحرار ولم يحكم أي منهم؟ والله والله الكلاب أحسن منكم. ممتاز. تحياتي لقناتكم الصادقة ولكادرها الشريف، يسلم لسانك على كل ما قلته ببداية البرنامج. اللي موجودين بالعراق ليس رجال دولة وليس عراقيين، من برهم عميل إيران ونازل لأصغر واحد بهم، فلا يهتم برهم من يوقع على أعدام عراقيين. وطلبي من قناتكم الشريفة في كل فاصل تسمعنا القصيدة التي أذيعت في أول البرنامج، أخوتكم أم رسل من السويد. السلام عليكم قناة الرافدين صوت الشعب. أستاذ أفل، برهم صالح هو كردي من سليمانية، هاي الحجة هو من الموصل، هو داعش. برهم صالح إجابة على اليزيدين، إذا أنت تكره برهم صالح هذا مشكلتك، لا تدخل اليزيدين. وشكرا حسن من ألمانيا. السلام عليكم أستاذ، أقسم بالله العلي العظيم إعدام السجناء هاي لعبة من ألعاب الأحزاب الإيرانية اللي تحكم العراق. تحياتي لك أخي أفل وإلى كل العاملين في قناة الرافدين، وأعزي الشعب العراقي الشقيق في شهداء تفجيرات بغداد الأخيرة، وأحمل الجميع المسؤولية عن ذلك من الحكومة العراقية التي باتت تلبي مطالب فئة عن فئة أخرى. أخ أفل،
مشكلة العراق طائفية وليس سياسية كما يظن الجميع. هناك دول تدفع لفصائل عراقية مقابل نشر الفوضى وقطع الطريق عن التيارات الأخرى، سواء كانت سنية أو مسيحية أو حتى يهودية. فالكل يبحث عن مصالحهم والضحية الشعب العراقي. العراق أصبح مسرح تصفية للحسابات للجميع، وأمريكا في المقدمة. جهاز المخابرات العراقية كان على علم بالعملية، ولكن خوف المسؤولين هناك سهل للقابعين خلف عملية التفجير تسهيل مهامهم. وشكرا. يوسف بركة من فلسطين. السلام عليكم أيها الحكام والمسؤولين الموجودين بالعراق، أنتم لأهاليكم وأقربائكم، والله ليأتي يوم لتنعلوا اليوم اللي وليتوا فيه، والله ينعلكم بالدنيا والآخرة إن شاء الله. السلام عليكم يا أخي. الناس ما تخاف الله، الله أكبر عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل. ناس مظلومة الله يعينهم إن شاء الله. أخوك من تكريت. السلام عليكم، الله يا أهل العراق سوف تدفعون ثمن الشعب العراقي قاعد يموت في السجون، والذي يقتل الشعب هي الحكومة العميلة لأمريكا. بعت الجيش العراقي وحامي الأرض العراق كان حامي العراقيين، ما حد كان يقدر يرفع راسه فوق أي عراقي. كانت العراقية قبل آنذاك في عهد النظام تسمى بالماجدة، الله يرحم ذاك النظام. والله لو صدام حتى لو تتحد إيران وأمريكا ما حد يقدر يعتدي على عراقي. أخوكم من تكريت. مرحبا بكم قناة الرافدين الكريمة، تحياتي لكم والله يطول بعمركم على هذا البرنامج. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لقناة الرافدين الشريفة. أخي العزيز أفل، الذي يحصل اليوم في العراق هو عملية استئصال أهل السنة والجماعة على يد الميليشيات الشيعية في العراق، خاصة في المناطق السنية. فالذي يحصل بالعراق ليس بشيء بسيط، والمصيبة الكبرى أنه كل العالم يتفرج على هذه المأساة اللي تحصل بالعراق، والاتحاد الأوروبي والدول العربية والأمم المتحدة تعلم بهذا جيدا، ولكنهم صامتون دون على حق. ولكن كلمة الله هي العليا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا من عام 2003 والحد هذا اليوم، وبالتحديد أهل السنة والجماعة. نعم أخي العزيز، وهي عملية استئصال على يد الميليشيات. رسالة أخرى، السلام عليكم، أشكر قناتكم على هذا البرنامج الجميل، تحية طيبة للمشاهدين. واللي قاعد يكتب أعتذر منكم انتهى وقت البرنامج، واللي دي يحاول يتصل بينا هم أعتذر منكم دا ينتهي وقت البرنامج أو انتهى وقت البرنامج. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.